إنا رسول إيه؟ إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل هناك في آية إيه؟ ولا تعذبهم آية تانية، أن أرسل معنا بني إيه؟ إسرائيل في آية تانية يقول إيه؟ ولا تعذبهم قد جئناك بآية. الله، إذن تلوين الأساليب في القرآن بيشرح لقطات فيه، ولما يشرح لقطات يقوم يكرر المعنى الإجمالي، إنما تفسير اللقطات كل حتة لها إيه؟ لقطة. يعني مثلا يجي يقول فالتقطه آل فرعون، التقطوه ليكون لهم إيه؟ القرآن ما قالش كده، القرآن قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. بالله هم التقطوه عشان يعملوه عدو؟ ده قال قرة عين لي ولك. ولكن ربنا بيقول آه يا أغبية، أنت هتاخد قرة عين وهو هيكون إيه؟ وهو يكون عدو. ولذلك يقول لك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والناس اللي كانوا مصدقوا فرعون في الألوهية ومش عارف إيه أغبية. ليه؟ يقول لك يا أخي ده هو بيذبح الأبناء ويستحي البنات. كل طفل يتولد يعمل فيه ايه؟ يقتله. في الاثناء اللي كل طفل بياخده ويقتله وجدوا من الطفل ده في صندوق، والصندوق في مهد كده ومعتنى به ومرمي، يبقى مش واحده عايزه تتخلص منه لانه معمول بشكل كده كويس ومحطوط في صندوق والصندوق عايم. يبقى كان يجب الأغبياء يفهموا ان ده ايه؟ ان مرمي بافتعال، ومرمي عشان ينجى من مين؟ من فرعون ومن القتل. فلو كان إله ازاي جازت عليه الحكايه دي؟ ومش بس كده، قال لا قرة عين لي ولك ومش عارف ايه، مما يدل على ان الله اذا اراد انفاذ امر سلب من ذوي العقول عقوله. واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. ده انت بتاكل الغلمان وشايف غلام مرمي في صندوق كده ومتوضب ومش عارف ايه، بقى ما كانش تعرف ان ده عاملينه علشان كده؟ يا غباء يا برضه طلمصه ما تناسبش الالوهيه. كان يجب انهم يعرفوا ان هو كذاب في الحكايه دي.